بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي نظام مسارات. درس النهاردة هو أول درس في الفصل الرابع. عنوان الفصل الرابع هو التفاعلات الكيميائية، وعنوان الدرس الأول في الفصل الرابع هو التفاعلات والمعادلات. أول حاجة لازم نعرفها، تمثل التفاعلات الكيميائية بمعادلات كيميائية موزونة. يبقى أي تفاعل كيميائي بنعبر عنه بمعادلة كيميائية موزونة، تمام؟ طيب ايه هي اولا التفاعلات الكيميائية؟ تسمى العملية التي يعاد فيها ترتيب الذرات في مادة او اكثر لتكوين مواد مختلفة، بنكون مواد جديدة. تسمى هذه العملية بالتفاعل الكيميائي او التغير الكيميائي. يبقى التفاعل الكيميائي هو عملية اعادة ترتيب للذرات الموجودة في مادة او اكثر من مادة لتكوين مواد مختلفة، تمام؟ من أمثلة التفاعلات الكيميائية تحلل الأطعمة. لما أنت بتتناول طعام، الطعام ده بيحصل له إيه داخل المعدة؟ ده بيبتدي يتحلل. يبقى مجرد أنك بتاكل الأطعمة بيحصل لها تحلل داخل جهازك الهضمي، بينتج عنها طاقة من هذا التفاعل الكيميائي اللي بيحصل لها، فبتؤدي إلى أن جسمك بيستفيد من هذه الطاقة ومن هذه المواد للقيام بالعمليات الحيوية اللي محتاجها. كمان التفاعلات الكيميائية مشهورة جدا في الصناعة. عشان نكون مواد صناعية بنعمل تفاعلات كيميائية. من أمثلة المواد اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي الألياف الصناعية زي النايلون. النايلون ده مادة بتستخدم في كثير من الصناعات، زي صناعة الأنسجة والأقمشة. كلكم طبعا بتعرفوا أقمشة النايلون اللي هي بتكون ألياف صناعية، وبتتميز ان لون الأقمشة بتاعتها بيكون فيه درجة لمعان، يعني عملنا تفاعل كيميائي نتج عنه خيوط. الخيوط دي استخدمناها لصناعة الأنسجة. كمان بيستخدم النايلون في صناعة أوراق التغليف اللي بتغلف بيها الطعام، في صناعة فرش الأسنان، في أشياء كتيرة جدا موجودة حواليكم بيستخدم النايلون. طبعا انتم مش مطلوب منكم تعرفوا ازاي بنكون النايلون، لكن هوريكم تجربة هتوضح لكم ازاي بنصنع النايلون وازاي تفاعل كيميائي هينتج عنه مادة. المادة دي شكلها خيوط، والخيوط دي هنقدر نستخدمها في الصناعة. فهنا هيبتدي اللي بيعمل التجربة هيخلط مادتين. برضو مش مطلوب منكم دلوقتي معرفة ايه هما المادتين. اللي ان شاء الله هيتخصص منكم في مجال الكيمياء ويصبح كيميائي هيعرف ان شاء الله التفاعلات دي بكل سهولة. هنا هيبتدي يخلط مادتين مع بعض. هو جايب هنا طبق زجاجي صغير جدا، وهيحط كمية صغيرة جدا من المادة الاولى في الطبق، وهيبتدي يضيف عليها كمية برضو صغيرة من المادة التانية. هيحصل بين المادتين تفاعل كيميائي، والتفاعل ده هينتج عنه تكون طبقة من مادة كيميائية جديدة هي مادة النايلون. هو هيبتدي يمسك ملقاط ويلتقط بيه طرف المادة اللي اتكونت نتيجة التفاعل الكيميائي، فيبتدي يسحب الطبقة الرقيقة اللي نتجت من تفاعل المادتين مع بعض. الطبقة الرقيقة دي هي خيوط النايلون اللي نتجت من تفاعل المادتين الكيميائيتين لتكوين مادة كيميائية جديدة هي النايلون. طبعا هو كل ما بيبتدي يسحب الخيط، يسحب طرف الخيط لأعلى، تبتدي المواد تحت في الطبق تتفاعل مع بعضها وتكون خيوط جديدة. فهو عمال بيسحب والخيط مستمر لا ينقطع، تمام؟ نتيجة ايه؟ نتيجة ان المواد اللي تحت في الطبق عمالة تتفاعل مع بعضها وتكون خيط جديد. فهو عمال يسحب باستمرار الخيط الجديد المتكون. شايفين اصبح عنده خيط نتج من تفاعل مادتين كيميائيتين. الخيط ده هو خيط النايلون. شايفين خيط طويل قد ايه، رغم ان هو حاطط كمية قليلة جدا من المواد المتفاعلة. والتفاعل طبعا بيتم بشكل سريع. كل ما بيستمر في سحب الخيط، الخيط بيستمر في الاستطالة لان هو بينتج من تفاعل المواد المتبقية في الطبق، تمام؟ طبعا لو استخدم
طبعا لو استخدم كميات اكبر من المواد المتفاعله، هنا جاب وعاء كبير وحط فيه كميات اكبر وابتدى يسحب الخيط، خيط النايلون المتكون. هتلاحظوا ان الصوره هنا مبينه لكم الطبقتين من المادتين اللي بيتفاعلوا مع بعض عند المنطقه اللي فيها الماده الاولى والماده الثانيه، بيلتقوا مع بعض بيحصل فيها تفاعل. هنا بتتكون طبقه النايلون وبيبتدي هو يسحبها بهدوء لاعلى، وكل ما بيسحبها تبتدي المادتين تتفاعل مع بعض تاني، يبتدي الخيط ده يتكون تاني، يبتدي الخيط يطول وهو يستمر بسحبه لأعلى. طبعا هتلاحظوا هنا انه جاب بكرة كبيرة وابتدى يلم عليها الخيط، الخيط الطويل. فانتوا دلوقتي شفتوا بعينيكوا ازاي ممكن التفاعل الكيميائي يكون مفيد. في مؤشرات بتدل على حدوث التفاعل الكيميائي، يعني ازاي نعرف ان حصل تفاعل كيميائي. بعض التفاعلات الكيميائية تظهر مؤشرات فيزيائية محسوسة. يعني ايه؟ يعني بعض التفاعلات الكيميائية ينتج عنها تغير في درجة الحرارة، تمام؟ ده شيء نقدر نحس بيه ونقيسه، الحرارة ارتفعت او حصل انخفاض في درجة الحرارة، تمام؟ بعض التفاعلات الكيميائية تطلق طاقة على شكل ضوء مع الحرارة، تمام؟ وبعض التفاعلات الكيميائية تمتص الحرارة. هل دي فقط المؤشرات اللي بتدل على حدوث تفاعل كيميائي؟ لا طبعا، في مؤشرات أخرى. أكيد كلكم شفتم صور زي اللي قدامكم دي، كلكم شفتوا مسمار تحول لمسمار صادق، تمام؟ ده تفاعل كيميائي. كلكم شفتم الأدوية الفوارة اللي بنحطها في، بنحط القرص في كوب ماء فيدوب، أثناء ما هو بيدوب لوحده بتنطلق غازات داخل الكوب بمجرد تفاعل القرص مع المية. كلكم شفتوا إن لو في قطعة تفاح وسبتوها في الهواء فترة هتحول من لونها الأبيض إلى اللون البني. فكل دي مؤشرات لتفاعل كيميائي، تغير في اللون، خروج غازات، تحول في طبيعة المادة، ده كله من مؤشرات حدوث تفاعل كيميائي، تمام؟ طيب عشان ندرس التفاعلات الكيميائية، يعني المعادلات الكيميائية، نبدأ نكتب معادلة كيميائية، لازم نكون عارفين نكتب الصيغة الكيميائية لكل مركب عندنا، لازم نكون عارفين نكتب الصيغة الكيميائية بتاعة المركبات اللي هتتفاعل، تمام؟ عشان نكتب الصيغة الكيميائية لازم نكون عارفين التوزيع الإلكتروني بتاع العناصر. فاحنا دلوقتي هنعرف ايه هو التوزيع الإلكتروني بتاع العناصر. كلكم فاكرين لما اتكلمنا عن الذرة وقلنا ان الذرة مكونة من نواة تقع في مركز الذرة، وحوالين النواة في إلكترونات بتدور في مستويات طاقة، دي مستويات الطاقة الرئيسية ان، وليها ارقام ورموز، تمام؟ دي مستويات الطاقة الرئيسية. فأول مستوى اللي هو الأقرب إلى النواة كان عنده N بتساوي 1، اللي بعديه N بتساوي 2 يعني مستوى الطاقة الثاني، اللي بعديه يبقى N بتساوي 3 يعني مستوى الطاقة الثالث، اللي بعديه N بتساوي 4 وهكذا. وقلنا إن أقصى عدد لمستويات الطاقة حوالين النواة هو 7 مستويات للطاقة، تمام؟ وقلنا ان عدد الالكترونات اللي بيستوعبه كل مستوى طاقة رئيسي بيجي من القانون 2n to the power 2، يعني 2n أس 2. فلما يكون عندنا مستوى الطاقة الاول n بتساوي 1، يبقى عدد الالكترونات التي يمكن المستوى الاول ان يستوعبها هي 2 في 1 تربيع، تمام؟ يعني تساوي 2 في 1 ب2، يبقى عدد الإلكترونات التي يستوعبها المستوى الأول هو إلكترونين فقط. طب المستوى الثاني عند n بتساوي 2، عدد الإلكترونات اللي يستوعبها كام؟ 2 في n تربيع، يعني 2 في 2 تربيع، 2 تربيع ب4 في 2 بيساوي 8، يبقى عدد الإلكترونات التي يستوعبها مستوى الطاقة الثاني هما 8، 2 4 6 8، تمام؟ طب مستوى الطاقة الثالث اللي هو عنده n بتساوي 3، كم الكترون يستوعبه؟ 2n تربيع، يعني 2 في 3 تربيع، 3 تربيع ب9 في 2 بيساوي 18،
يبقى مستوى الطاقة الثالث يتسع ل 18 إلكترون وهكذا، تمام؟ طيب هل الإلكترونات بتكون موجودة في الذرة زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا راسمين بهذا الشكل من التزاحم في نفس المسار؟ لا طبعا، الإلكترونات ما بتكونش موجودة بالشكل ده، ده شكل للتبسيط احنا راسمينه للتوضيح، تمام؟ كل مستوى طاقة رئيسي بيتكون من مستويات ثانوية، تمام؟ يعني مقسم من الداخل إلى مستويات ثانوية ما عدا المستوى الأول، تمام؟ يبقى كل مستوى طاقة رئيسي مقسم إلى مستويات طاقة ثانوية، تمام؟ مستويات الطاقة الثانوية دي بنرمز لها بالأحرف S و B و D و F. فلو شفنا هنا أدي مستوى الطاقة الأول عند N بتساوي 1، ما عندوش غير 1S مستوى ثانوي. N بتساوي 2 عندها مستويين 2S و 2B. N3 داخلها 3 مستويات ثانوية 3S 3B 3D. N4 هيبقى عندها كام؟ 4 مستويات ثانوية. يبقى دايما المستويات الثانوية عددها بيساوي نفس العدد بتاع N. يبقى N4 عندها 4 مستويات ثانوية، هما مين؟ 4S 4B 4D 4F. دايما رقم 4 ده مطابق لرقم ال N، تمام؟ مستويات الطاقة الثانوية دي مترتبة حسب زيادة الطاقة من ال S لحد ال F. يعني ال S أقل طاقة منهم كلهم، ال S أقل طاقة من ال B، وال B أقل طاقة من ال D، وال D أقل طاقة من ال F. فأعلى واحد في الطاقة هو المستوى الثانوي F، تمام؟ طيب أقصى سعة للإلكترونات يقدر كل مستوى ثانوي يتحملها هو كام؟ ال S تتحمل 2. فأي S سواء 1S 2S 3S طالما مستوى طاقة S يتحمل 2 إلكترون فقط، تمام؟ طب ال B مستوى الطاقة B يتحمل 6 إلكترونات، سواء 2B 3B 4B أي B يبقى هتاخد 6 إلكترونات. ال D يتحمل 10 إلكترونات، كذلك أي D 3D 4D تتحمل 10 إلكترونات. طيب ال F 14 إلكترون. الجدول ده بيقول نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه، بيقول إن أي مستوى طاقة رئيسي بيحتوي على نفس العدد من مستويات الطاقة الثانوية.